مشاهدينا الكرام اينما كنتم في كل مكان، وعودة الترحاب مجددا بكل الذين يتابعونا عبر هذه البرمجه الرمضانيه. واعز الناس هم مشاهدي قناه الشروق، وانا الان وطيله شهر رمضان المبارك والمعظم في صحبه اعز الناس. اهلا بك كثير مره ثانيه استاذنا وفناننا وردي، اهلا بك كثير. يا مرحب، اهلا. الترحاب بذات الحراره الاولى، يعني ما نقص. نعم، بالاستاذ اسحاق الحلنقي، اهلا بك كثير. يا مرحب بك، والف مرحب. اهلا بك بحضوركم معنا، واحنا بنتناول اجمل لحون الوطن، اجمل الالحان اللي رددها الوطن طيله سنوات طويله. ثمت جدليه يمكن ما بين المكان والزمان، التاريخ والجغرافيا، الحاضر، الامس، الماضي، لكن ان تلتقي كل هذه الجدليه باريحيه في اتفاق، في اختلاف واتفاق، هذا ما اعتقد اننا لمسناه في اغنيه اقابلك. فرضيه غريبه للمكان، للزمان، للاتي، للماضي. مباشره نبدا، كيف لهذا الاختلاف ان يلتقي بهذا الجمال؟ بالنسبه لاغنيه اقابلك في زمن ماشي وزمن جاي زمن لسه، أشوف الماضي فيك باكر، أريد باكر يكون هسا. الحقيقة هي الأغنية أنا لما كتبتها أقابلك أديت نفسي الفرصة بتاعتي إني أنساب مع المعاني. فزمن ماشي أوريدي مشى الزمن، يعني أنا عشته، يعني الزمن الجاي غادي يكون برضو تركيبة بتاعت نجمة كده أنا ماشي عليها، لكن الغموض بيكتنف وزمن لسه، لانه بيدخل في دائره قدريه ما بتعطي انا، ودي انا ما ممكن طبعا اتصورها او اخش فيها، يعني لانها يعني مساله قدريه، يعني ممكن اتحكم في الزمن اللي عشته ده اوريدي، يعني ما عندي معه مشكله. الزمن الجاي ما عندي معه مشكله باعتبار انه انا برسم لمستقبل معين، يعني هنا بدخل في الحته بتاعت شيء بتاعي انا، لكن زمن لسه ده ما بدخل في الاطار بتاع اني انا اتحكم في هذا الزمن. اشوف الماضي فيك باكر، اريد باكر يكون هسه. الانسان ما بشوف في الزمن الا اذا كان باكر ده جميل، يعني او باكر متوج عشان انا اقدر اتمناه انه يكون هسه. فهي أغنية تركيبتها يعني زي اللوحة السريالية كده لما الإنسان يسمعها، لكن إذا تأمل فيها بحس إنه أنا بقصد حاجات وبيلقى نفسه هو بيقصد حاجات، وكل واحد فينا حتى أنا الشاعر لما عاين لأقابلك وأسمعها بحس إنه أنا لما كتبت القصيدة دي كنت في حالة غير طبيعية، يعني لأنه فعلا الجمل بتاعتها أو المفردات يعني دخلت في حتة غدرية، وانا طبعا بما انه التركيبه بتاعت الصوفيه يعني بالذات في زمن ماشي دي زمن لسه دي يعني بعمل لها حسابات باعتبار انها يعني موقف قدري صعب التحكم فيه وهو اللي بيتحكم مش انا. استاذ وردي، دائما نقطه الحاضر، نقطه الان الماثل امامنا من الزمن والتوقيت والميقات، ارتباط غريب ما بين الحنين اللي بيمثل الماضي والتمني اللي بيمثل المستقبل. هذا المكان ما بين التمني والحنين، يعني استاذ الحلنقي هو مطوف بين زمانيا ومكانيا وروحانيا عبر هذه الأزمنة المختلفة. لو قاربنا وقارنا على مستوى هذا التمني وهذا الحنين وهذه النقطة الآن التي نقف عندها حضورا. أنا أعتقد أنا اخترت الأغنية دي من إسحاق لأن الأغنية دي في المسار بتاع الأخ إسحاق أغنية عندها إطار الخاص، وأنا بسميها أغنية فلسفية. يعني إسحاق ما كان بيكتب كلام زي ده، يعني
أقابلك في زمن ماشي وزمن جاي وزمن لسه، أشوف الماضي فيك باكر، أريد باكر يكون هسه. فعلا دي يعني تركيبة معقدة، لذلك أنا مسميها القصيدة الفلسفية الصوفية. وما هو هسه بسميها قدرية وصوفية وكده، فيها الصوفية برضه جزء من الفلسفة يعني. بعدين بيجي ينزل لأرض الواقع لما يقول وقصر، بعد ما قال أريد باكر يكون هسا، قال باكر يكون هسا عشان قصر طول مشاورنا وجمل بالفرح جلسة. جمل بالفرح جلسة هنا سوق على النيل، القمر مرات يبين في الموج ويندس. طوالي جاء هو طبعا كان في العين وانا اخذت الاغنيه دي، واحد جابها لي، واحد قريبي محمد حسن دكتور، اسمه حسن عبد الخادم، كان مدير السودانير في ابو ظبي. جاب حسن ولا جاب دكتور؟ محمد حسن دكتور؟ لا، حسن عبد القادر. حسن عبد القادر الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بالخير ان شاء الله. لما قال لي والله يا اخي القصيده جميله جدا، هو المتلقي يعني، ولسه شعرا يعني، لسه انا ما غنيت ولا لحن. لما شفت الجمله الاولى الفلسفيه دي قلت يا ربي اسحاق ده بقفل يشوف ولا شنو، شعره كله بنات وجمال وشعر وعيون وكده، من وين؟ لكن لما جيت قريت لقدام اي عيون بتتقابل الا عينيك ما بتتفات، هنا رجع يعني اسحاق. المهم دي برضها من الاغاني المحببه جدا عندي وعند الجمهور، يعني فيها لحن ما مركب كثير، بسيط يعني، ممكن زي الكورال هسه شالوا اي واحد ممكن يقول يعني، انتشرت بسرعه. ف يعني ان شاء الله ما يستمر في الفلسفه كثير وينزل لنا الواقع. استاذ حلنج، يعني غربه الشاعر، الحنين للقيا، الارتباط بماضي كل ما فصلنا عنه نزداد عنه افتراقا واشتياق، يعني هذا الماضي نفترق عنه ونشتاق اليه. غربه الشاعر غربه مختلفه لانه احساسه بكل الاشياء اللي حوله احساس مختلف. كيف للغربة أن، لا أقول أن تعزز الإحساس بالتلاقي، أن تنمي الاشتياق للآخر، لكن هل يمكن أن تصيغ الغربة قاموس مختلف للشاعر يجعله أكثر انغماساً في هذا الحنين وهذا الشوق للتلاقي؟ هي أنا بفتكر أنه غربة الشاعر بالذات يعني غربة مركبة أو كسر مركب، كسر القواطع، باعتبار أن الشاعر بيتولد من اللحظة الأولى مقترب، لأنه الشفافية اللي بيتعامل بها حتى وهو لسه طفل مختلفة، يعني ألوان لونه الداخلي بيكتسب سمة من ظلال كده حزينية، ودي بترجع لأنه التركيبة بتاعته في الأصل مبنية على دمعة ما مبنية على ابتسامة. فدي بقى دور، كل ما كبر الشاعر كل ما كبرت الدمعة إلى أن يتحول هو نفسه إلى دموع بتمشي. ده الشاعر المقتدر مش أي شاعر، لأنه الشعراء نفسهم في رأيي الخاص ممرحلين. في شاعر بيديك أضواء بتاعت فوانيس، وفي شاعر بيديك أضواء شموع، وفي شاعر بيديك أضواء نجوم. في شاعر اللي هم ديل الصف أمامي، ديل أنا بسميهم
شعراء مع مرتبة الشرف، لأنه الواحد ممكن في أي لحظة يسيق الكلمة اللي ممكن تصل للإنسان وتحلق به، حتى لو كان ماشي على الأرض تحس إنه ماشي على السماء. والتركيبة، أما الغربة ما اختلفنا، الغربة لما تجي كمان زيادة على الغربة اللي أصلا هي موجودة بيبقوا غربتين، وبتدخل برضو في الحتة دي ذاتها غربة المكان، غربة العيون، غربة في أي اتجاه، يعني مكان ما الواحد عاين بحيث إنه اللوحة عليها نقطة صودة، فبيظل يتعامل مع النقطة الصودة دي. الحنين بياخد من العيون، بياخد من العافية، إلى أن يعني إذا استمرت الغربة، الغربة بالنسبة للشاعر يعني ما لحق نفسه، ممكن يرجع حفنة كده من الرماد يعني. فيعني أنا لما شعرت إنه بدت الأنجم تختفي وما تبقى لسه فيه بغايا وأمين، قررت العودة فورا للسودان، لأنه بفتكر إنه أي غربة بعد الستين معناها انحدار قمري. يبقى الإنسان بقدر الإمكان أغماره الفضلت دي يوزع بين أحبابه ويتوزع معه، دي الغربة في رأيي يعني. أستاذ حاج، أنت عرفت تعريف فلسفي، رجعت فلسفتان لاحظتها. عن هي مش فلسفة لكن تعريف دقيق ورومانسي وشاعري للشاعر، هذا الفيض من الدموع أو الحزن، يعني الشاعر يعبر دائما عن ما يجيش بخواطره، لكن بالضرورة ثمة عين رقيبة، حتى الفنان يعني جمهوره ومتلقينه هو اللي بيستمد منهم القدرة على العطاء هذا الدفق، هذا الدفق المستمر، بالضرورة ثمة عين رقيبة وحصيفة وحريصة على الحفاظ على هذا الجمهور وعلى هذا المتلقي. نحن ناس حزينين، مشاعر عرفت انه ممكن يكون عنده كم من الدموع، بالضرورة هذا الكم عنده تقبل. ليه نحن حزينين برضو؟ احنا ما شعراء، لكن ليه القدرة على الانغماس في حزن الشاعر بالدرجة الغريبة في بعض الأحيان؟ هو أنا زي ما قلت في البداية، إنه الشاعر بيتولد طفل، والطفولة بتكبر معاه، يعني بيظل طفل لو بلغ 100 سنة، الدواخل بتاعته طفلة. وأنا أذكر يعني كاتب بحترمه يعني اللي هو تولستوي، فبقول إنه العبقري وصوله طفولية، إذا ابتدى الطفولة احترق. يعني هسه دي دليل، يعني هو الجمال اللي قاعد قدامي ده، يعني 80 مشع، هو في 80 سنة لكن مشع، مكان ما يمشي بتحصل إضاءة، ده حقيقي. فعشان كده يعني الحتة بتاعت الاقتراب، أي فنان في دخيلته مقترب، وأي اقتراب في أصله دموع. أستاذ وردي، يعني يمكن في إضافة لذات الاتجاه، يعني تحدث عن الغربة وأثرها العميق على الشاعر، عن الحزن اللي ممكن تولده، وعن تلقينا إحنا كمتلقين للحزن ده بتقبل يعني شاعر، وبالتالي أكثر رومانسية وأكثر قدرة على الشعور بالأشياء من حوله. أنت غنيت للشعب السوداني فانتصر، أنت غنيت للشعب السوداني فكانت الأهازيج للفرح، وكان الحزن القديم وسط كل هذه المعاني وهذه القيم الإنسانية. أي هذه الألحان أو هذه الأشعار والقصائد من خلال رصدك لساحة فنية أو ساحة إنسانية جماهيرية لسنوات كانت عند الأثر الأكبر في نفوس المتلقي؟ يمكن نفس السؤال، بنتقبل الغنى الحزين أكثر ولا يمكن بدرجة متساوية؟ يعني في مرات كثيرة الجماهير بتتقبل أغاني الفرح، يعني أنا حاضر الاستقلال
ثورة أكتوبر، ديمقراطية ما بعد أكتوبر، ثم مايو، ثم ديمقراطية ما بعد مايو، ثم الوقت الحالي اللي لسه ما جات لا معاها ولا ضدها التعبير الفني. أعتقد أنه إذا مسكنا الأغنية الوطنية، الأغنية الوطنية هو تعبير عن حالة ما قبل وما بعد الظرف الثوري. أنا عندي في تجاربي أكتوبر، يعني عبرت عنها بأصبح الصبح، وفي الوقت ذاك يعني المد الثوري حتى العروس كانوا بيرقصوها بأصبح الصبح. يعني المشاعر الوطنية وصلت الحتة الهزة، معتبرة أنه بالأغاني الفارغة مثلا بالكلام أي كلام بيرقصوا، لكن أصبح الصبح وكانوا بيرقصوا بها العروس. كلام الأخ إسحاق في أنه الشاعر بتولد مغترب أو فيه دموع وكده، دي يعني ما حكم مطلق، لأنه ربما في فرق بين الشاعر والملحن. أنا بأخذ القصيدة من إسحاق، عندي القدرة في إن أنا ألحن، صناعة بالخبرة والموهبة، موهبة والعلم الموسيقي. أنت ممكن يعني ما زمان كانوا روادنا يقول والله أنا مرات كنت سايق العربية ومش عارف أسير جنب البحر وهناك جاني اللحن، جريت عملت كده. ما أي قصيدة عجبتني أخطها قدامي أنا متأكد إن أنا بقدر ألحن. في إذا كان واحد زيي يعني عنده عشرات الأغنيات فيها جميع الحالات، في حالة الحزن، في حالة الفرح، في حالة الإحباط، في جميع المراحل، لذلك في الانتصار، في الانكسار، في الحزن، كل شيء فيه. لأن أنا يعني عندي أغاني كثيرة في مراحل متعددة، وربما الغنى بتاعي بيأرخ للسودان الحديث، السودان ما بعد الاستقلال لغاية الليل بيأرخ. ففي الحالات كلها زي ما انت قلت، في الانتصار والانكسار كل شيء موجود، والانفصال. يمكن احنا بنتواصل في حديثنا الشيق والجميل، حديث الذكريات وحديث الجمال وتداعي الألحان والنغم والكلمات في حضرة أعز الناس. إذا فقط فاصل قصير يفصلنا عن مزيد من التلاقي والجمال عبر أعز الناس، كونوا معنا. يا أعز الناس تابعونا واللي انضموا لمتابعتنا الآن في هذه اللحظة مع أعز الناس. أهلا بأعز الناس، ونحن طيلة شهر رمضان المبارك بنتناول أجمل لحون الوطن مع أعز الناس. أستاذ وردي، أستاذ إسحاق تكلم عن الغربة
وأثر في معطيات الشاعر، مخرجاته، منتوجه الأدبي والفني. العمل الفني بطبيعة الحال مقسم إلى هذه المراحل، خروجا لأغنية مكتوبة، مقفاة، ملحنة، مؤداة. هذا التأثير في المرحلة الوسيطة على المستوى اللحني، في المستوى اللمسة الأخيرة على مستوى الأداء، هذه الغربة، كيف يمكن أن تضع كل هذه البصمات في هذه المراحل على الفنان وأنت صاحب تجربة في الغربة لسنوات؟ أستاذ إسحاق تحدث عن خصم، ربما بعض السلب، بعض الإيجاب على مستوى التجربة. كيف يمكن أن يتحدث وردي عن الغربة وعن منتوجة؟ الغربة في رأيي مش أن تسافر، ممكن تكون أنت قاعد هنا ده مغترب. أقصى أنواع الغربة غربة. نعم. في وطن. نعم، لكن بتجربتي يعني في الغربة التي كانت هي اضطرارية، أعتقد أنه في منها فوائد. إن أنا لقيت فرصة إن أنا أعيش في منطقة جميلة جدا في أمريكا اللي هو كاليفورنيا، وفي كاليفورنيا في لوس أنجلوس اللي فيها هوليود، وسجلت في استوديوهاتها يعني أكثر من 17 أغنية، تسجيل راقي بأوركسترا سودانية وأمريكية، واستوديوهات رهيبة. أنا أعتقد أنه دي يعني من المكتسبات. لكن أنا في الغربة دي كتبت أغنية بالنوبية لوطني صغير جدا في الجغرافيا السودانية، اللي حتة اسمها صواردة. بحمل برسل طير من هناك من كاليفورنيا عشان الطير اللي تمشي صواردة وتعمل كده وتعمل كده وتسلم علينا فلان حلال حلال، وأفراد وجماعات ومناظر وأفراح وكده، أغنية ملحمية كبيرة جدا. بعدين كتبت أغنية تانية لواحد من أعمامي كان فنان عازف طنبور ومغني. كلمة تقول لي قلت للطيرة دي بالرطانة شنو؟ ها؟ ما تقول لي قلت للطيرة بالرطانة شنو؟ بالرطانة الطير اسمه كوارتي. لا قول لي قلت ليها الرسالة بالرطانة عشان توديها صواردة كانت شنو؟ اسمها صواردة الشو، شو يعني رسالة. الأغنية اسمها صواردة الشو. فبقول للطير و كارتي تو وايسي لاكواي، وايسي دي جزيرة في صواردة. بقول تمشي للجزيرة دي ولما تشرب الموية الصافية تعدي للشرك، تمشي بيتنا في بالرطانة. أنا دايرة رطانة. لا رطانة إلا أغنيها. يعني غنيها لسه عندنا 30 حلقة، لكن هسه أنا دايراها. إحنا عرفنا الرسالة مشت من كاليفورنيا لصواردة، يعني بالعربي. أيوة، لكن دي رطانة. أنا حكون في حالة ترجمة في الحالة دي. إحنا عرفنا المحتوى بتاع الرسالة، سلمت على الحلال وعلى الأفراد وعلى الناس، دارينا رطان. طيب و كورتي تو واي سلاك واي حسن الكل أما نركي كني جنبات ورغونغونيا كالوغونغونيا تنوغونغونيا متوغونغونيا مالك سلام جدا، يعني تسرقي تغربي تمشي شمال تمشي جنوب، تسلم على كل ناس البلد في الأركان الأربعة بتاعتهم. وبعد كده بمشي بالحلال، حلتنا اسمها جهلال، ده ما اسم عربي طبعا. بوصف حلتنا دي والمصطبة بتاعتنا وحبوبتنا اللي حتعمل شاي باللبن، و
بقول لها الحلة الثانية جنبنا اسمها واريوس، يعني دي خطوتين. اوعى تقصر في زيارة الأهل اللي هناك لأنه من الجيران، يعني هي ملحمية قلت لك، ودايرة ترجمة طويلة جدا. دي واحدة. الثانية قلت لك عميل كان فنان، ده كان مرسل لي جواب في أمريكا يقول لي محمد يا أخي أنت تغربت كثير ونحن كبرنا، تعال عشان نقضي باقي العمر سوا في البلد. بعد أسبوعين جاني خبر أنه مات، فما كان علي إلا أن أرثيه يعني. وكان راجل عنده دكان في مركب على النيل، الدكان ده اسمه الكشك، كشك العادي ده جواه حاجات ببيع، بكيف هنا يمشي بالمركب لحلال كثيرة جدا، فبصفه. وبعدين غناي وعازف طنبور مهول، فوصفت أنه هو شايل ناس ماشيين لعرس، صادفهم هوا وداهم في حتة تانية ما قاصدينها هم، ويتعذبوا في المركب والنسوان داخلين وخافوا وكده وكده وكده، يعني قصة. دي الاثنين اللي أنا عملتهم في الغربة، وده إنجاز أعتقد ما سهل، لأن أنا متأكد أنا لو كنت هنا ما كنت كتبت الحكاية. يمكن الحضور اللي بيوفره، الحضور نفسه على مستوى المكان والتلاقي بيحذف القدرة على الاستحضار الرهيب. نعم. ممكن يحسها الفنان. نعم. وهو في الخارج قدرة على اتداعي الذكريات واسترسالها واستدعاءها بشكل جمالي، فنان وشاعر. صحيح. نسمع أقابلك بكل الفلسفة اللي انتهجها أستاذ الحلقة ما بين حضور الماضي والأمس والتلاقي. أقابلك، استمع. نعم.